بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله النهارده هنتكلم عن نيرف انا نفسي بحبه اسمه ماكسيلاري نيرف. الماكسيلاري نيرف علشان تفهمه لازم حضرتك تتخيل الاناتومي بتاع مكان اسمه انفرا تمبرال فصه ومكان اسمه تريجو بالاتاين فصه. فاحنا مش هنجلد نفسنا وهنتكلم خفيف خفيف لان هم مطلوبين مننا برضو خفيف خفيف. المنظر ده سايد فيو للسكال صح، والعظمه اللي تحت دي يا دكتور اسمها ماكسيلا. مين الماكسيلا ده يا عم الحاج؟ دي العظمه اللي فيها السنان صح. الاثنين دول كان اسمهم انسايسورز بتوع القواطع، واللي جنبهم دي اللي بتخلينا شبه الكلاب اللي اسمها كاناين الناب، وبعد كده اثنين اسمهم بري مولر اللي قبل الدروس، وبعد كده ثلاثة اسمهم مولرز دروس. فالعظمة اللي فيها السنان تبقى ماكسيلا معروفة. ونلاقي هنا عظماية، العظماية دي اللي بتخلي الوش مربع وشكله جميل، العظماية دي اللي اسمها ايه؟ اللي اسمها زيجوماتيك اللي هي ده. وبعد كده هنلاقي ارش، الارش ده اسمه زيجوماتيك ارش، وخرم اللي هو ده اكسترنال اوديتوري مييتس، وهنلاقي هنا بروسس اسمه ماستويد بروسس، وهنلاقي المنظر زي ما انت شايف. طب وبعدين؟ يقول لك والله ده شكل النورما لاتيراليس سايد فيو. طب ما احنا عايزين نشوف اكتر وتفاصيل اكتر. انا عايز اشوف البتاع اللي انت بتقول لي عليها دي اللي اسمها انفرا تمبرا الفصه. هقول لك الجزء ده اسمه انفرا تمبرا الفصه، واللي فوق دي اسمها التمبرا الفصه. ده حتى بالاماره في نوع عظميه واقفه ورا المكسله، العظميه دي اسمها تيريجويد. تيريجويد ايه؟ العظميه اللي احنا هنظللها دي اسمها تيريجويد بليت، وساعات بيسموها تيريجويد بروسس. طب هو بليت ولا بروسس؟ الاثنين. طب هو جزء من مين؟ جزء من العظمه اللي اسمها سفينويد. عايزين نشوفها. هقول لك والله احفظ ترتيبه الرسمه، هنيجي هنا ونيجي على الزيجوماتيك ارش ونكسره. حلو. فاحنا لما نكسر الزيجوماتيك ارش الجزء ده مش هيبقى موجود. تمام. تعالى على الجزء اللي مش هيبقى موجود ونشيله. فهنشيل الجزء اللي مش هيبقى موجود ده، ونقول ان احنا لما نكسر الزيجوماتيك ارش هيبان المكان اللي تحت السكال بالمنظر ده. ايوه هو ده المكان اللي كنت بقول لحضرتك عليه انفرا تمبرا الفصه. المكان ده وهناخده بالتفصيل بعد كده، هوريه لك على السكال، اسمه انفرا تمبرا الفصه. طب هنا السكال انا عايز اشوف اللي جوه. اقول لك استنى، العظمه اللي قدام دي اسمها ماكسيلا صح، والعظمه اللي ورها دي اسمها تيريجويد لاترال تيريجويد بروسس، واللاترال تيريجويد بروسس ده جزء من العظمه اللي فوق دي اللي اسمها سفينويد. جميل. فتلاقي في هنا فراغ اهو، الفراغ ده ما هوش بين العظمتين، لا ده انت ممكن تدخل صباعك من هنا وتخش تحت السكال. المكان اللي هنعدي منه علشان ندخل تحت السكال اللي هو عامل زي رقم في، حرف الفي او رقم 7 بالعربي ده اهو، شق بين المكسيلا والتريجويد، يبقى اسمه تريجو ماكسيلاري فيشر. تاني اسمه ايه؟ تريجو ماكسيلاري فيشر اللي هو الشق ده. والشق ده لو دخلنا منه لجوه هنلاقينا في فراغ تحت السكال اسمه تريجو بالاتاين فصة. تريجو بالاتاين فصة. وخلي بالك احنا هنا عندنا عظمايه كانت موجوده، العظمايه اللي كانت موجوده هنا كان اسمها ايه؟ كان اسمها زيجوماتيك ارش، والزيجوماتيك ارش ده كان بيدخل او كان جزء من عظمايه اسمها زيجوماتيك، واحنا شلنا مين؟ واحنا شلنا الزيجوماتيك. طيب لو جينا يا بيه عايزين نشوف السكال من جوه، اقول لك سهله، تعالى على السكال واقطع كده. لو جينا على السكال وقطعنا كده هيبقى الحته دي مش هنشوفها. تمام. وهنيجي قدام شلنا ده كله. جميل. هتلاقي برضو اللاترال تيريجويد بروسيس موجود. تمام. واللاترال تيريجويد بروسيس ده جزء من العظمه اللي اسمها سفينويد زي الفل، وهتلاقي دي البيز اوف سكال زي الفل، يبقى ده سمك ارضيه الجمجمه. وهترجع لورا هتلاقي في هنا عظمايه، العظمايه دي اسمها بيتراس بون،
الى العظمية اللي فيها الودان، وده السمك بتاع الاسكال. قدام هنا ورا الاوربت على طول في فتحة في الاسكال، الفتحة اللي في الاسكال دي فتحة قدام، الفتحة اللي فتحة قدام دي اسمها ايه؟ الفتحة دي اسمها فورامين روتاندم. فورامين مين يا صديقي؟ فورامين روتاندم. طب الجزء ده انسايد الاسكال ولا اوتسايد الاسكال؟ الجزء ده انسايد الاسكال تحت الفريم. تمام. طب ما تشوف للدنيا كده، هقول لك سهله. كان فيه هنا جانجليون، الجانجليون دي كان اسمها تراي جيمينال جانجلي، كانت عاطيه فرع القدام كان رايح للاوربت، كان رايح للعين. الفرع اللي كان رايح للعين ده كان اسمه اوفثالميك. تمام. وبتدي فرع برضه القدام، الفرع اللي القدام ده رايح عند الفورامين، كان اسمها الفورامين يا دكتوره، كان اسمها فورامين روتاندم. فالفرع اللي القدام ده رايح للفورامين اللي اسمها فورامين روتاندم. تمام. الفرع اللي بيروح للفورامين روتاندم ده اسمه ايه؟ اسمه ماكسيلاري. تمام. وفي فرع ثالث بينزل لتحت، الفرع الثالث اللي بينزل لتحت ده اسمه مانديبيولار. يبقى في هنا ثلاث فروع من فروع الترايجيمينال، اوفثالميك صح، بعد كده ماكسيلاري جميل، بعد كده مانديبولر حلو. الاوف ماكسيلاري نيرف هو الفرع رقم 2 من فروع الترايجيمينال، لدرجه ان الناس لما بتيجي تكتبه بتكتبه V2، V اللي هو ترايجيمينال هو رقم 5 باللاتيني، وتقول اللي هو الترايجيمينال التاني. بيمشي في الكرانيال كافيتي صح، انسايد السكال، والحته دي بتبقى موجوده في اللاترال وول اوف كافيرنا الساينس لو انت فاكر. بعد كده بيسيب الكرانيال كافيتي ويخرج من الفورامين، كان اسمها الفورامين فورامين روتاندم، يلاقي نفسه بيلو ذا بيز اوف سكال تحت قاع الجمجم في فصه، اسمها ايه الفصه دي؟ اسمها تريجو بالاتاين فصه. حلو. ويقوم خارج من الشقه، اسمه ايه الشق ده يا بيه؟ اسمه تريجو ماكسيلاري فيشر. طب التريجو ماكسيلاري فيشر ده يوديه لفصه، المكان الفاضل اللي هنا كله ده كان اسمه ايه؟ كان اسمه انفرا تيمبرال فصه. الله 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 الله. هنا بقى يبقى لازم نشوف الاسكال، ركز معايا. هقول لك والله يا بيه لو جيت تبص من هنا، احنا بنبص على السايد اوف سكال. تمام. لما نبص على السايد اوف سكال هتلاقي الاتي، هتلاقي ايه؟ هتلاقي حضرتك المكان ده اللي هنا، كل الحته دي اسمها انفرا تيمبرال فصه. حلو. وهتلاقي فيه سلك ازرق انا مدخله جوه هنا، السلك الازرق اللي انا مدخله جوه هنا ده موجود فين؟ موجود في فصه اسمها تريجو بالاتاين فصه، بيلوزا بيز اوف سكال بيز او بلوزا سكال بيز، جوه في المكان ده في الشق اللي جوه ده. طب يبقى هنا الحته دي اسمها انفرا تيمبرال فصه. تمام. ولو جينا وقمت قايل لحضرتك ان في جوه في المكان ده فصه اسمها ايه؟ تقوم قايل الفصه اللي في المكان ده اسمها تريجو بالاتاين فصه. التريجو بالاتاين فصه اللي جوه دي، علشان ادخل بالحديده دي في التريجو بالاتاين فصه هعدي من شق، الشق ده اسمه تريجو ماكسيلاري فيشر. يبقى هنا انفرا تمبرال فصه، هعدي من الشق اللي هنا اللي اسمه تريجو ماكسيلاري فيشر، هلاقي نفسي تحت الاسكال في فصه اسمها تريجو بالاتاين فصه. طب بص لي فوق على الاسكال كده، لو بصينا على الاسكال هتلاقي السلك الابيض اللي انا مركبه ده داخل في خرم ورا الاوربت، الخرم اللي هو داخل منه اسمه فورامين روتاندم. اعتبر السلك ده هو الماكسيلاري نيرف، موجود في الحته اللي اسمها ميدل كرانيال فصه، هيعدي من الفورامين اللي اسمها فورامين روتاندم، هيلاقي نفسه اندر ذا سكال بيس في الحته اللي جوه دي اللي اسمها تريجو بالاتاين فصه. لو جينا نبص من بره هنلاقي النيرف بتاعي اللي اسمه ماكسيلاري خرج من الشق اللي بين الماكسيلا واللاترال تريجويد اللي اسمه تريجو ماكسيلاري فيشر، واللفه اللي نازله لتحت دي موجوده في الفصه اللي اسمها انفرا تمبرال فصه. طب هو مش هيرضى، ده انا ماكسيلا ماكسيلاري وعايز اروح عند الماكسيلا، يقوم عاد معدي من الخرم ده او من الشق ده، الشق ده اسمه ايه؟ الشق ده بيوديني على الاوربت، اسمه ايه الشق ده؟ اسمه انفيريور اوربيتال فيشر. ليه؟ لانه جاي لي من الانفرا تمبرال فصه اللي موجوده هنا، موديني على الاوربت على المكان اللي فيه العين قدام. طب حلو، يبقى النيرف هيعدي من الانفيريور اوربيتال فيشر هيخش الاوربت،
يلاقي في الاوربت في الفلور بتاعه جروف اسمه انفرا اوربيتال جروف، حلو، يقوم خارم وداخل في الانفرا اوربيتال جروف، وبعد كده يدفن في ارضيه الاوربت ويطلع من تحت الاوربت من فورامن اسمها انفرا اوربيتال فورامن. يبقى الماكسيلاري نيرف تاني بيسيب الكرينيال كافيتي عن طريق فورامن اسمها فورامن روتاندم، يدخل فص تحت الجمجمه محدش شايفها مستخبيه جوه اسمها التريجو بالاتاين فص، يقوم ضارب لبره ومعدي من فشر اسمه تريجو ماكسيلاري فشر، يلاقي نفسه في فصه اسمها انفرا تمبرال فص، يقوم معدي من الشق اللي ورا ده اللي اسمه انفيريور اوربيتال فشر، يدخل الاوربت يمشي في الفلور اوف اوربت انفرا اوربيتال جروف انفرا اوربيتال كانال، ويطلع من فورة من تحت الاوربت اسمها انفرا اوربيتال فورم. طيب لو جينا وقلت لك يا صديقي العزيز ارسم لي الكلام ده، فاقول لك هو خرج من الكرينيال كافيتي من الفورة من اللي اسمها فورة من روتاندم، وممكن تشيل كلمه كرينيال كافيتي وتقول الميدل كرينيال فص، يخرج للفصه اللي هنا اللي اسمها تريجو بالاتاين فصه، عايز يطلع لبره يقوم مطلع للجنب، يطلع من فشر اسمه تريجو ماكسيلاري فشر، يلاقي نفسه في فصه اسمها انفرا تمبرال فص. هو عايز يوصل للاوربت، هيلاقي الاوربت عنده شق، الشق ده اسمه سوبيريور اوربيتال فشر بيودع على السكال، ويلاقي الاوربت عنده تحت شق، الشق اللي تحت ده اسمه انفيريور اوربيتال فشر. يعمل ايه؟ يقول انا مش جاي من الكرينيال كافيتي، انا جاي من الانفرا تمبرال فص. يقوم الاوربت يقول له لو انت جاي من الانفرا تمبرا الفصه من فضل سعادتك تعالالي من الانفيريور اوربيتال فشر، فيجي من الانفيريور اوربيتال فشر يدخل الاوربت، فهيمشي عند الفلور اوف اوربت، هيلاقي الفلور اوف اوربت ضعيف، يقوم عامل فيه جروف، حلو، يبقى اسمه انفرا اوربيتال جروف، ويقدر عليه. يعني ايه يقدر عليه؟ يعني هيندفن في الفلور اوف اوربت. يبقى طالما اندفن في الفلور اوف اوربت يبقى عامل كنال اسمها انفرا اوربيتال كنال، هيطلع لي من تحت الاوربت. هيطلع من تحت الاوربت منين؟ من فتحه تحت الاوربت، الفتحه اللي تحت الاوربت دي اسمها انفرا اوربيتال فورامن. الجزء المتظلل جامد ده اللي هو مين؟ النيرف من هو في الانفرا تمبرال فص اللي دخل من الانفيريور اوربيتال فشر ومشى في الانفرا اوربيتال كانال وطلع من الانفرا اوربيتال فورامين. النيرف ده هو تكمله الماكسيلاري نيرف واسمه انفرا اوربيتال نيرف. اخر مره، ماكسيلاري نيرف هو الفرع رقم 2 من الترايجيمينال، بيسيب الكرينيال كافيتي او الميدل كرينيال فصه عن طريق فورامن اسمها فورامن روتاندم، وقبل ما يسيب الكرينيال كافيتي الجزء ده كان ماشي في ساينس، كان اسمه ايه الساينس؟ كان اسمه كافيرنس ساينس. يبقى الجزء الاولاني اللي موجود في الكرينيال كافيتي كان موجود في اللاترال وول اوف كافيرنس ساينس. يسيب الميدل كرينيال فصه والكرينيال كافيتي عن طريق فورامن روتاندم تتحفظ، يدخل فصه اسمها اسمها تريجو بالاتاين فصه، يضرب لاترالي عن طريق فشر اسمه تريجو ماكسيلاري فشر، يلاقي نفسه في فصه اسمها انفرا تمبرال فصه، يعدي من فشر اسمه انفيريور اوربيتال فشر، حلو، ويعمل لنفسه في الارضيه بتاعه الاوربت كانال، الكانال اسمها ايه؟ الكانال اسمها انفرا اوربيتال كانال، يطلع من فورامن اسمها انفرا اوربيتال فورام. طب ايه الفروع بتاعه الماكسيلاري نيرف؟ هقول لك الماكسيلاري نيرف هو لسه جوه السكال قبل ما يطلع، هيطلع فرع وهو في الكافيرنس ساينس، الفرع ده بيروح للبرين. تقول لي ازاي نيرف هيغذي البرين؟ ازاي عصب هيغذي المخ؟ اقول لك لو فكرت شويه هتقتنع، لان البرين ده حواليه مننجيس وده رايح يغذي المننجيس او الديورة بالذات، فنسمي ده مينينجيال برانش. يبقى اول برانش بيطلع من الماكسيلاري نيرف، بيطلع من الماكسيلاري نيرف وهو لسه انسايد السكال عن طريق اللي هو لسه في الكافيرنس ساينس، اسمه مينينجيال برانش، بيغذي المينينجيس اللي في الميدل كرينيال فوس.
واول ما يطلع في التريكو بلاطين فصه يقول الله جانجليون تعالى معلقك، ويقوم مشعل الجانجليون بتاعه العياط وبتاعه البرابير. الجانجليون دي اسمها ايه؟ اسمها تريجو بلاطين جانجليون. ففي واحد محنك قال وليه تقوله تريجو؟ طب ما التريجويد دي جزء من الاسفينويد، ما تسموها سفينو بلاطين جانجليون، سماها يا حبيبي زي ما تسميها، سماها تريجو بلاطين جانجليون هقول لك موافق، سماها سفينو بلاطين جانجليون هقول لك برضو موافق. بعد ما يطلع في الانفرا تمبرا الفصه، وهو في الانفرا تمبرا الفصه بيدي فرعين. الفرع الاول بيمشي على ظهر المكسلة، اما دي المكسلة، ويخرم البوستيريور سيرفيس اوف ماكسيلا. طالما خارم المكسلة هيروح للسنان، اي حاجه بتروح للسنان بيبقى اسمها الفولر، يبقى ده اسمه الفولر. طب انهي الفولر، السنان اللي فوق ولا السنان اللي تحت؟ السنان اللي فوق، يبقى اسمه سوبيريور الفولر. طيب السنان اللي فوق كلها؟ لا، ده غزه الضروس بس، فيبقى اسمه بوستيريور عشان السنان اللي ورا، سوبيريور عشان السنان اللي فوق، الفيولر عشان هو هيغذي السنان اصلا. نيرف العصب ده اللي ما بيخليكش تنام لما يكون ضروسك اللي فوق فيها مشكله. جميل. طب وبعدين؟ قال لك والله لسه، وهو في الانفرا تمبرا الفصه بيدي فرع، الفرع ده بيدخل الاوربت. اوربت؟ اه. تقول التخين الاخضر ده؟ اقول لك لا، امال فرع صغير كده ابن ناس. الفرع الصغير اللي ابن الناس ده انت عارف اسمه بس مش واخد بالك، اسمه ايه؟ اسمه زيجوماتيك. مين الزيجوماتيك ده بيه؟ الزيجوماتيك ده فرع من فروع المكسيلري، بيطلع من المكسيلري وهو لسه في الانفرا تمبرا الفص، ويمشي يدخل الاوربت عن طريق الانفيريور اوربيتال فيشر، يلاقي عضميه اسمها زيجوماتيك يدخلها، علشان كده سميناه زيجوماتيك. ده اللي المرة اللي فاتت كنت قايل لك ان هو شايل البارا سمباثيك اللي رايح يوديها للاكل. طب وبعدين؟ الزيجوماتيك ده لما يدخل العضمية اللي اسمها زيجوماتيك بون اللي هي هنا، يلاقي على الزيجوماتيك بون من قدام اخرام. ماشي. لو حضرتك جيت تبص على الزيجوماتيك بون دي هتلاقي عليها هنا كده اخرام في الحتة دي، تمام؟ والزيجوماتيك بون التانية اهي على خرم في المكان ده، الخرم ده اسمه زيجوماتيكو فيشيال فورام. فالزيجوماتيك نيرف هيدخل العضمية من هنا من جوه، من جوه الاوربت، ويخرم من قدام من عند الزيجوماتيكو فيشيال فورام ويطلع بره. طب ما هي الزيجوماتيك برضه يا دكتور عليها من الظهر هنا كده فورام، فالنيرف ده هيتقسم نصين، مش هيزعل مش هيزعل حد. واحد يخرم من الزيجوماتيكو فيشيال فورام ويغذي الجلد اللي حواليها، يعني السكين اللي عند الزيجوماتيك بون هنا، ونقوم مسميين الفرع اللي خرم من على الزيجوماتيكو فيشيال فورامين ده زيجوماتيكو فيشيال نيرف. والفرع الثاني هيخرم الزيجوماتيك بون من ورا من الظهر، الفرع الثاني اللي خرم الزيجوماتيك بون من الظهر ده هيرجع ورا عند التيمبرال ريجون، فنسميه زيجوماتيكو تيمبرال فورامين. يبقى في اثنين، الزيجوماتيك نيرف نفسه دخل الاوربت ازاي؟ تقول لي دخل الاوربت عن طريق الانفيرير اوربيتال فيشر. ولما دخل الاوربت عن طريق الانفيرير اوربيتال فيشر دخل العضمية اللي اسمها زيجوماتيك، ولما يدخل العضمية اللي اسمها زيجوماتيك بيطلع واحد على الزيجوماتيك بون من عند الفيس، يبقى اسمه زيجوماتيكو فيش. والتاني هيرجع ورا عند التيمبرال ريجون، فنسمي اللي رجع ورا عند التيمبرال ريجون ده زيجوماتيكو تيمبرال. حلو الكلام. طب لسه الاخضر ده اسمه ايه؟ الاخضر ده اسمه انفرا اوربيتال نيرف، كلمنا عنه. الانفرا اوربيتال نيرف هو الكونتينيويشن اوف ماكسيلري، بيسيب الانفرا تمبرال فصه ويدخل الاوربت عن طريق الانفيريور اوربيتال فيشر، ويمشي في الفلور اوف اوربت، عامل في الفلور اوف اوربت جروف اسمه انفرا اوربيتال جروف. بعد كده يتدفن في الفلور اوف اوربت في كنال اسمها انفرا اوربيتال كنال، ويخرم من تحت الاوربت ويطلع عن طريق فورامن اسمها انفرا اوربيتال فورامن. الراجل المحترم ده صديق العزيز له فروع، تقوم قايل لي معاك اديهم لي، اقول لك والله يا بيه. الاول وهو انسايد البون
بيطلع نيرف ينزل للبري مولر. النيرف اللي نازل للبري مولر ده اسمه ايه؟ النيرف اللي نازل للبري مولر اسمه ميدل سوبيريور الفيولار نيرف. ليه ميدل؟ لانه هيغذي السنان اللي في النص. ليه سوبيريور؟ لانه هيغذي السنان اللي فوق. ليه الفيولار؟ لانه هيغذي السنان اصلا، بيغذي البري مولر. وبيدي نيرف تاني اسمه انتيريور سوبيريور الفيولار نيرف. الانتيريور سوبيريور الفيولار نيرف بيغذي الثلاث سنان التانيين اللي هم الانسايسور والكناين وعليه. يبقى كل السنان اللي فوق سبلايد باي ماكسيلاري نيرف. جميل. السنان اللي فوق وورا اللي هم المولرز سبلايد باي ماكسيلاري نيرف دايركتلي عن طريق البوستيريور سوبيريور الفيولار نيرف، ده 100 100. السنان اللي فوق وقدام وفي النص سبلايد بالماكسيلاري نيرف اندايركت عن طريق الانتيريور سوبيريور الفيولار والميدل سوبيريور الفيولار اللي جايين من الانفرا اوربيتال اللي جاي من الماكسيلاري. بقيه الانفرا اوربيتال نيرف بتطلع بره في الشارع، صح؟ بنسمي النهايه بتاعه الانفرا اوربيتال نيرف اللي بتخرج من الانفيريور اوربيتال فورامين دي التيرمينال برانشز. التيرمينيشن اللي في الفيس دي بتقول لبن. مين لبن ده؟ الفيش الانفيريور الانفرا اوربيتال نيرف لما يجي الفيس بيدي فرع للابر ليب، ده اللي بيجيب الاحساس من الشفه اللي فوق. الفرع اللي بيجيب احساس من الشفه اللي فوق ده اسمه ايه؟ اسمه ليبيال برانش من الابر ليب. والتاني بالبيبرال برانش. كلمه بالبيبرال تساوي لور اي ليد، يبقى بالبيبرال برانش للور اي ليد. التالت نيزل برانش، والنيزل برانش ده للسايد اوف نوز. يبقى كده يا صديقي الماكسيلاري نيرف غذى الجفن بتاع العين اللي تحت اللي فوق كان اوفثالميك، وغذى السايد اوف نوز ظهر النوز كان اوفثالميك، وغذى الابر ليب. اللور ليب بعد كده هنعرف بتاخد نيرف منين. فيبقى التيرمينيشن اوف انفرا اوربيتال نيرف لبن ليبيال وبالبيبرال ونيزل. ولسه في سطرين مش عارف لهم لازمه ولا لا بس هقولهم. المجزلة العظميه اللي اسمها المجزلة دي فيها جيب مليان هواء. الجيب اللي مليان هواء ده اسمه ماكسيلاري ساينس. النيرف اللي اسمه بوستيريور سوبيريور الفيولار نيرف ماشي ورا الماكسيلاري ساينس في البوستيريور وول. النيرف اللي اسمه ميدل سوبيريور الفيولار نيرف ماشي في اللاترال وول اوف ماكسيلاري ساينس، ماشي على الجنب. النيرف اللي اسمه انتيريور سوبيريور الفيولار نيرف ماشي قدام في الانتيريور وول اوف ماكسيلاري ساينس. كده يبقى احنا خلصنا النيرف الجميل اللي اسمه ماكسيلاري نيرف. يتذاكر.